إذا حكيت رح ترتاح لبقية حياتك كلها. احكي! شو عم تعمل انت؟ أزان هاد؟ وعلمها درس ما تنسى بحياتها، بس ما كان قصدي. ما كان قصدي انه موتها لشايرة او اذيها. انا كل قصدي كان انه خوفها. كيف تجرأتي؟ انتي غبية. أنا بعرف إنك أنت مفكرة شايرة عدوتك يا نور، بس كمان بالعداوة بيضل في شوية شرف بين الأعداء. اليوم أنت بتصرفك هاد تجاوزتي كل الحدود يا نور. صداقتنا انتهت، عم تفهمي علي؟ كان باقي شوية احترام وشوية مشاعر، بس اليوم قضيتي على كل شيء. عن جد أنا صرت أقرف منك يا نور، قرفتيني بكل شيء. أنتي دمرتي كل شيء يا نور. اصحي على حالك، شو عملتي؟ أنا آسفة آسف. شايرة كانت اليوم رح تخسر حياتها وبتقولي آسفة؟ شايرة بس عم حذرك نور، إذا بتحاولي تطلعي بشايرة أو بتفكري مجرد تفكير إنك تحكي معها، وقتها أنا اللي رح أقتلك. لك أنا سمعت وما في حدا إجا قال لي إنه هالزلمة كان بده يقتل شايرة. بترجاك صدقني، ما كانت نيتي أبداً إني أقتلها. كيف بدي صدق اللي عم تقولي؟ بعد كل شي عملتيه ولا حدا من الموجودين بالبيت رح يوثق فيكي نور، ولا حدا. بس روحي من هون. سيادة المحقق، أنا بعترف إني غلطت،
أنا اعترفت باللي صار. اعتقلني. على شو عم تطلع؟ اعتقله فورا. أنا رح أقدم شكوى ضدها وأحكي كل شي عملته مشان تتعاقب على جريمتها. خدوها من هون بسرعة. نور، بالوقت اللي بيهدى بالك وبتروقي فكري باللي خسرتيه بسبب حقدك. متأكدة إنك رح تندمي، وندم كبير كمان. أنا عن جد آسفة أمي. الله يشهد إنه أنا ما كان قصدي إني أذيها. يلي عملته كان قصدي فيه إني خوفها. أنا آسفة شايرة. الحقير ضربك بدون أي رحمة؟ الله ينتقم لك منه. لا، أنت خلص لا تعملي شيء. ما شوكا بتطهرن؟ حبيبتي شايرة، أنا عم طهرن. أنا السبب بجروحك هي، مشان هيك واجبي إني حط لك مطهر وأعتني فيك دلروبة. الموقف اللي عملته معي عن جد ما بعرف كيف بدي أشكرك عليه، بس مع هيك شكراً دلروبة. لا، هذا واجبنا وشغلنا نحمي هالعائلة. ما حدا بيضحي بحاله وبيكون شجاع مشان يحمي أسياده، بس أنت بتعمل هيك دلروبة. بصراحة أنا ما كان عندي أي علاقات قبل ما أجي لهون على هذا البيت. ما كان عندي عائلة، بس بعد ما أجيت لهون صار عندي كل شي تمنيته. أم وأخت، بس اللي ناقصني كان أخ، واليوم صار عندي أخ. أنت قلبك كتير طيب يا ستي، بتشكرك من قلبي على عطفك علي. ناديلي أختي، اعتبارا من هلأ ناديلي أختي. دلروبة بلا بكاء. دلروبة، أنا بعرفك قوي. حبيبتي شايرة، لازم تقولي لأخوك الحلو دلروبة إنه بس الصغار هنن اللي بيبكوا. انتي انسانة كتير منيحة. ما بعرف ليش نور ما عم تشوف الخير اللي جواتك. لأن جنت بالمرة وما ضل عند عقلي وجهها كيف لازم تتصرف، بس الوقت اللي رح تقضيه بالسجن متأكدة إنه رح يربيها. أمي، أمي أنت زعلانة على هاي البنت يلي حاولت تقتل مرت ابنك الوحيد؟ حاولت تقتل شايرة بعد كل شي عملته فينا وبعد ما أهانتنا قدام الكل يا أمي؟ أنا مو بس حماتها لشايرة، أنا كمان بمثابة أمها لنور. وقد ما غلطت بتضل مثل بنتي،
وروحتها على السجن ولا أم فيها تتحملها يا ابني. ولو أني ما خليتها تنسجن كنت صرت ظالمة بحق واجبي. حاولت سامحها لنور عن كل شي عملته، بس للأسف هي ما اعتبرت، وبهذا اليوم الواجب رح يفوز والأمومة هي اللي رح تخسر. أمي أمي لا لا تبكي، بترجاكي أمي. أحياناً كتير مهم إنه نعاقب عالم على ذنب عملوه مشان يتغيروا. ونور تستاهل إنها تتعاقب. آذان، أنت عم تفهمنا قلنا اللي عم تقوله، بس كيف بدك تفسره لحالك وتقتنع فيه؟ أنا بعرف إنه اللي عملته نور غلط كبير وبتستاهل العقاب، بس اللي عم تعمله أنت هو الصح برأيك؟ نور بتستحق لهذا العقاب يا شايرة. الشيء اللي عملته لازم تتعاقب عليه. آذان، بس أنا هلأ عم بحكي عنك، هي رفيقة الطفولة تبعك اللي بتحبها كتير من لما كنتوا صغار، معقول هلأ صارت تهون عليك؟ اليوم الشرطة اعتقلتها قدامك وانت ما عملت شيء. بعرف انه بدك اياها تتعاقب لتتربى، بس آذان ما رح تندم انك عملت هيك بعدين. انا وعدت الخالة ياسمين قبل ما تموت اني رح اعتني بنور طول ما انا عايشة. شايرة، انت وفيتي بوعدك وما قصرتي، انت نفذتي كل شي طلبته نور، انت حققتي كل رغباتها على حساب سعادتك. بس لازم تفهمي انه في فرق كتير كبير بين انه الشخص يرتكب جريمة وبين انه يتغابى. نحن فينا نتجاهل غباءه ونغض نظر عنه، بس الجريمة ما حدا ممكن يسكت عنها. انا ما بعرف شو صار لنور اخر فترة، هي ما كانت هيك من قبل. تماما آذان، هي ما كانت هيك. آذان، لما حدا بيبعد عن الطريق الصح نحن لازم نساعده ونوقف جنبه ليرجع، ما لازم نتركه لحاله يتعذب. شو قصدك يا شايرة؟ يعني إذا ما وقفنا مع نور ووعيناها رح تضل على الطريق الغلط وما رح تميز بينه وبين الصح. ليش نور دافعت عنا وتحملت كل الموضوع اللي صار لحالها؟ معقول فقدت عقلها لتحمل حالها الموضوع وتروح على السجن؟ نور ما منيحة لهالدرجة لتعمل هيك، أنا متأكدة. تعرفي سوريا، نور جنت على الآخر، ما بتعرف شو عم تعمل. ليش لحتى نسأل؟ لازم نفرح هلأ إنه نحن بأمان بعد اللي صار، وفخار يكسر بعضه. بس نحن رح ندفع الثمن غالي كتير بعدين. عم تفهم؟ لا يا سوريا، شبك قلت لك لا تنزعي لي تسريحة شعري، أخذت وقت لزبطته لحتى يطلع بهذا الشكل، تجي بتنزعي لي إياه بلحظة؟ عفوا، أنا كتير متضايقة وأنت ما بتقدر. مفكر إنه نور راحت على السجن وخلص كل شيء ونحن صرنا بأمان؟ لا مو صح، لسه ما انتهى شيء. فكر شو بيصير إذا بتقول الحقيقة بالسجن وبتعترف باللي صار، وقتها مين رح ينسجن؟ نور بالسجن؟ لا لا لا، هالشي مو معقول. أنا ما رح أسكت أبداً. ليش قلقانة وخايفة هيك؟ ما في داعي إنك تخافي على فكرة، لأنه نحن معنا أدلة كتير ضدها. بتعرفي إنه فكرتك تبع تجميع الأدلة كانت كتير منيحة؟ هات إيدك، كفك. لا كتير تفرح، لساتنا ما طلعنا من مرحلة الخطر. آذان، نور لازم تاخد فرصتها لحتى تتغير. ليش كل هالفرص يا شايرة؟ فهميني ليش؟ أعطيناها فرص كتيرة وزيادة وعطول عم نتغاضى عن أخطائها ومشاكلها، بس بالأخير ملينا منها لهون وبس. طيب مرة واحدة، مرة أخيرة آذان،
بترجاك. ليش هيك انت يا شايرة؟ ليش هيك انت كتير منيحة؟ ونوري كتير منيحة آزان، وإلا ما كانت أنقذتني وخاطرت بحياتها. ليش لحتى تتعاقب بهالقسوة؟ صدقني آزان، أنا قدرت شوف الندم بعيونها لنور. صدقني آزان، أنا واثقة إنه إذا وقفنا معها هلأ كل شي رح يكون منيح. هي بس بدها حدا يمدلها إيده وما يفلتها لو شو ما صار معها، ورح تتغير آزان. ملكة رازية، شو؟ انت بتعرف شو اللي عم تحكيه؟ آزان استنى شوي. كيف بتتجرأي؟ كيف بتتجرأي تفوتي على هالبيت يا وقحة؟ امشي. آزان، شايرة دقي للشرطة بسرعة. آزان استنى. آزان، لك هيك كيف طلعت من السجن؟ مين دفع الكفالة؟ هذا اللي ما عم بفهمه يا سوريا. إذا هي طلعت معناتها نحنا يلي صرنا بورطة هلأ أكلناها. فهميني أنت كيف طلعتي من السجن؟ كيف طلعتي؟ جاوبيني! أنا يلي طلعت نور من السجن. واحد من عائلتنا خاننا، مين بيصدق هالشي؟ انت بتعرف منيح يا أزجار انه ابننا خالد ما له فايدة وما منه أمل. الله ياخدني إذا عم كذب. انت كيف بتتجرأ؟ كيف بتتجرأ انك تطلعها من السجن؟ كيف بتتجرأ تجيبها لهون على البيت يا خالد؟ أزان اتركوا. انت شو عم تعمل؟ خلص اتركوا، من مصلحتنا هاد الشي. أزان اضربه وربيه، بعد اللي عامله بيستاهل الضرب والترباية من جديد. انت بتعرف انه شايرة كان ممكن تموت بسبب هاي المجرمة؟ اللي خالد قول، مين سمح لك تعمل هيك؟ ما بدي حدا يسمح لي بهالشي يا سيد آزان. نور رفيقتي وواجبي اني ساعدها ووقف جنبها. انت بتقدر تنسى رفقاتك بس انا لا. آزان ما في داعي تعصب علي لاني ما اجيت للضل. أنا أجيت لضب أغراضي وبس، وبوعدك إني أمشي من هون. ممتاز. كمان بدك تعملي دراما؟
تعرفي انك كنتي لازم تفوتي تمثيل؟ لانك شاطرة ومحترفة يا نور. ماما رازية، أنا بعرف إني غلطت كتير بحياتي، بس أنا عرفت إني غلطت وحسيت بغلطي وحسيت بالندم لما شفت شايرة بهديك الحالة. أنا بعرف إنه ما بحق لي إني أعتذر منكم، بس أقل شي فيني أعمله هو إنه ما فوتكم بمشاكل تانية بسببي وبسبب والدنتي. بعتذر عن كل اللي عملته وغلطت فيه، أنا عن جد آسفة. مفكرة إنه كل شي رح يتصلح هيك ببساطة لما بتعتذري؟ بعد كل شي عملتيه بالعيلة مفكرة إنه رح نسامحك وننسى كل شي بسهولة؟ لا آزان، هي اللي عملته ما عاد فيني غيره بالمرة، بس أنا أكيد فيني ينهي هلأ. آزان، فيني أطلب منك طلب صغير بس؟ طلب؟ أنت عن جد مفكرة أني ممكن نفذ لك أي طلب؟ عن جد متوقع أعمل هيك؟ بس هلأ بما أنك عم تنهي كل شي طلبي يلي بدك يا مني، يلا بيت، شقة، سيارة، مصاري، شو ما بدك، ولا ليكون بدك تاج الملكة. أنا بدي الطلاق منك هلأ. الزواج السيء اليوم. يلي صار كله كان بسبب عنادي وإصراري على شيء مانو لإلي بالأساس. أنت وشايرة، أنتوا الاثنين مكتوبين لبعضكن، أنا كنت رفيقتك وبس. حبك لشايرة هو اللي فاز، حررني من هالزواج آزاد. آزاد طلقني هلأ، بترجاك آزاد يلا طلقني. عن جد؟ وشو بدك مقابل الطلاق وهي الدراما اللي عم تساويها؟ آزان، نور تعي معي، جروحك بدها تعقيم ولف بالشاش. تعي معي، يلا نور تعي. استني شايرة، وين أخذتيها؟ أنت سمعتي اللي قالته من شوي؟ هي ما أجت لهون للضل، لهيك هي ما فيها تفوت لجوا. آزان أنا متفهمة غضبك منيح، نور ما رح تروح على أي مكان بهالوقت المتأخر. أجل الموضوع لبعدين. أمي في شي واضح، هي عم تمثل، هذا كله من ضمن اللعبة، عم تستخدم الطلاق عذر لتنقذ حالها، ومثل كل مرة أنت عم توثقي فيها كمان. سيد عزام ميرزا، انت هون؟ ايه، لانه دعوني لهون بشكل كتير مستعجل.
ايه بس بهالوقت؟ مين اللي دعاك لهون بهالوقت المتأخر؟ أنا. أيوة هلأ فهمت عليكي، هي خططت لكل هالشي من قبل مشان لما قلعها من هذا البيت تقدم ضدي شكوى عنف ضد المرأة. سيد عزام ميرزا، أنا هون مع أوراق الطلاق تبعكم. الست نور قالت إنه ما بدها شي من حقوقها، بدها الطلاق وبشكل عاجل كمان. أنا بعرف إنه أنت ما رح تصدقني آسان. ليش؟ لا تصدقني، ليش أنا شو بعني لك؟ عكل أنا بس عم حاول إني أدارك أخطائي وصححها. أنا بدي حررك من هالزواج يلي تعبك وتعبني أنا كمان آسان. لهيك أنا هلأ دعيت السيد جوباتا لهون. أنا جاهزة هلأ إني وقع وراء الطلاق بدون أي مقابل.